كيلو ابتديت مجانين. تحترف الغنى امتى؟ من اول ما اتشهرت. امتى؟ يعني من وانا عندي 19 سنه كده، يعني من بط من بط ما سبت الجامعه. طيب. من اول ما سبت الجامعه. اول ما سبت الجامعه صح؟ بعد سنه كده. ايه اللي حصل بقى معاك؟ يعني التحول ده حصل معاك ازاي؟ ايه اول حاجه حصلت خليتك تغني؟ انا كنت عندي محل، فتحت محل بلاي ستيشن. كنت انا عامله، كانت والدتي هي اللي عاملاه لي، ربنا يا رب يخليها لي يعني. فانا كنت شغال فيه، فكان عندي جهاز بقعد بالليل كده اقفل على نفسي، انزل المحل خلاص لما كله يمشي، فاقفل على نفسي المحل واقعد. انا اصلا بوزع وبكتب، يعني انا موزع ميوزك وبكتب. انا اللي بكتب نفس بالفترة. كل الاغاني. مش متعلم. لا لا ده لا، ده عند ربنا كده، حاجه وحي يعني. موهبه. كل بس ما درستهاش. كل اغاني ناجحه بالنسبه لي انا اللي كاتبها، انا اللي عاملها. وانت اللي موزعها؟ فانا كنت بنزل نفسي مثلا اقعد مع نفسي بالليل، اقعد اسمع حاجات واقعد ابحث عن الفنانين، وده بدا حياته ازاي وده بدا حياته ازاي، واشوف ايه اللي ممكن اخد طاقه منه وايه اللي ممكن اخد منه مش عارف ايه، واتعلم حاجات كتير. وابتديت ان انت تسجل اغاني؟ سجلت؟ ابتديت بقى لما انا نزلت القاهره لوحدي، لان انا كنت في اسكندريه. انا طلعت لوالدتي فقلت لها يا ام انا يعني انا نازل القاهره، عايز اقعد هناك اسبوعين كده اجرب. تتكلمها بالصعيدي ولا بالاسكندراني ولا بقى؟ الاسكندراني يا ماما وبتاع وكده. يا ماما. لكن مش صعيدي. لا مش صعيدي. نسيت الصعيدي خلاص. الله يرحمه يعني. بس تعرف تتكلم صعيدي؟ طبعا. بتعرف؟ بعرف شويه يعني. ما تستفزنيش. والله شويه. تاني. هقول لك اتكلم صعيدي. مش شويه بس يعني كده عشان عشت هناك فعارف الطريق. فقلت لها انا اقعد في القاهره 10 ايام، عايز ابدا اعمل خطوه كده يمكن ربنا يكرمني. نزلت القاهره. هي كانت مؤمنه بيا جدا، والدتي من الناس المؤمنه بيا جدا، وكانت بتسعى ان انا اوصل اللي انا بحلم بيه، وكانت بتساعدني في كل حاجه يعني. غير ان هي ست كمان ب 100 راجل يعني، ربت سته لوحدها. ست ولاد وبنات. لا خمسه ولاد وبنت. ما شاء الله. عارفه بقى خمس ولاد لما تربيهم ست. لا وبنت يعني على خمس ولاد، فالبنت دي الله يكون في عونها يعني. طبعا. بس اكيد انت دي الدلوعه بتاعتك. طبعا. لا هي الدلوعه. فعشان كده نزلت القاهره، طبعا اتبهدلت كتير قوي، سمعت كلام يحطمني كتير قوي. ما وصلتش اللي انا عايزه، بس بالعكس يمكن اللي زعلني واللي كسر نفسيتي ده حول من عندي جوه مني لطاقه ناريه محدش عارفها يعني، محدش عارفها غير دلوقتي. يمكن لحد دلوقتي لسه الحيز ده جوه مني ولسه بحارب نفسي. ليه اخترت اسم مسلم؟ في مطرب تاني اسمه مسلم. ده مغربي؟ لا. وفي مسلم بقى ده لسه بتاع اغنيه التنسيق الجديد. ده انا ده كنت الصراحه يعني جديد؟ الشخصيه دي لسه مقابلها جديد. يعني مسلم ده صوته جميل جدا وانسان محترم اللي انا اسمعه عنه يعني، ما اتعاملتش معاه قبل كده. بس هو كان جديد عني، انا كنت اقدم. فهو هو اللي خد الاسم منه. هو كان والله الله اعلم، يمكن هو كان اسمه كده. بس هو اسمه الحقيقي مسلم على فكره. بجد؟ انا ما اعرفش ده. مش اسم شهره، اسمه الحقيقي مسلم. انا ما اعرفش، انا اسمي مصطفى زكريا محمد علي الحقيقي، بس اسم الشهره ده مسلم. ده انا خدته عشان كنت معجب قوي بيه، وكان حاسس ان هو كده اسم صغنن. انا من الناس اللي بتعلق معاه قوي النكنمات يعني، بحب قوي الاسامي المميزه. فكنت مجنون قوي.